من كيلو هم مشروم ذول ولا البلدية؟ كابتن فلوس؟ بلدية الحلة؟ بلدية الحلة ايه؟ ايش قالوا لك؟ قالوا الا تبطينا يلا نكمل. اها قلت لهم ليش؟ قالوا احنا هذا الاجراء اللي عندنا. الا تطينه. قلت لهم هو نعم نعم الا انت راح تطينا تتقدم شنو هذا على قطعة قاع؟ نعم هذا مدير البلدية اللي احكي وياه. مدير البلدية، اسمع استاذ احمد، كل كلمة تقولها انت مسؤول عليها. بالأدلة أستاذ أنا جيد، من أحكي لك مدير بلدية الأحكي الحلة، بالأدلة. لحظة، مدير بلدية الحلة قال لك ما تمشي شغلتك إلا تطيني؟ نعم نعم أستاذ شنو اسمه مدير بلدية الحلة؟ اسمه مروان عبد الوهاب شاكر، وللأسف يعني هسه تدري هو شنو منصبه؟ شنو منصبه؟ منصبه حاليا المعاون مال المحافظ. ذاك الأسبوع أنا سجنته أما على مود فلوس، يعني صار أسبوع طلع. انت سجنته قبل اسبوع طلع المدير بلدية الحلة، سجنته لي على اي اساس سجنته؟ ليش السابق هذا المدير استاذ يعني مو بس انا ولا شهداء ولا الجرحى، اي شغله تجي ولا المقاولين اي شغله تجي لازم تعطي مديريه البلديه مدير البلديه الحله السابق مروان عبد الوهاب شاكر. زين ايش قد طلب من كنا عندك؟ اول يوم هو بعاشر كان زياره قال هسه اريد شتين. قلت له شلون استاذ؟ قال اريد شتين وانا متوازع على فلوس ويلا اعطيك اياها، تعرف انا اعطي واعطي. قلت له ما لي علاقه يعني بس انا اريد المعمل يكمل. قال يكمل توقيع هو مو يعني شيء خارج عن القانون، ولكن بلديه الحله استاذ فاسده يعني الموظفين بالبلديه الحله افسد منهم ماكو، مو كل ما اعترامات بيهم كم واحد يعني بيهم أنا تقريبا 11 موظف صدر عليه امر قبض ورجعهم المحافظ نفس مناصبهم. المحافظ رجعهم بنفس مناصبهم وما ومروان كرمه خلاه المعاون مات بعد ما طلع من السجن 37 يوم بالسجن. من اللي اشتكى؟ انت سجنت 37 يوم؟ كل المدى المحافظ صدر عليه امر قبض طفش رد، نقل الدعوه لبغداد بعدين نقلها لكربلاء وتكفل.